شركة شل الزيوت مصر أعلنت عن إقامة الدورة الخامسة لمؤتمر شل الريادة التكنولوجية اللي هيكون في مدينة الغردقة وهيكون على مدار 3 أيام. المنتدى اللي بيعقد السنة دي تحت شعار الابتكار والتعاون لمواجهة التحديات المستقبلية في مصر في مجالات الطاقة، المياه والغذاء، هيستضيف ممثلين لأكثر من 100 شركة في أكبر الشركات المحلية والدولية اللي موجودة في مصر، وده لمناقشة سبل معالجة القضية الملحة المتمثلة في مصادر الاستدامة على مستوى العالم.